بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنكمل البنوك. في قلنا بنوك متخصصة، الأول البنوك التجارية خلاص عرفناها، البنوك البنوك المتخصصة في منها بنوك صناعية، هي متخصصة بس في إنشاء وتدعيم الصناعي. إيه الكلام ده؟ يعني إحنا ثلاثة أربعة عاوزين نعمل مصنع، نروح البنوك بنك صناعي يدينا دعم، يدينا مبلغ قرض بعد ما نخلص نبدأ نسدده. البنوك العقارية عاوزة ابني عمارة، البنوك الزراعية دي عاوزة اعمل تنمية زراعية، بس دي بنوك طويلة الأجل عكس البنوك التجارية. التجارية أقل من 5 سنين أكون مسددة القرض، لكن البنوك المتخصصة ممكن توصل لعشرين سنة بسدد، أشتري شقة من بنك عقاري وعلى مدة 20 سنة أنا بسدد في القرض دوت اللي هو تمن الشقة. ده الفرق بينهم. في بنوك تانية، بنوك تالتة بقى، نوع تالت، وهي بنوك الاستثمار، وهي نفس تعريف البنوك انها مؤسسات مالية وسيطة بتقوم بتجميع الاموال من مساهمين. يعني ايه مساهمين؟ يعني انا وانت وانت خمسة ستة عملنا مستشفى مثلا، كل واحد فينا يبقى مساهم. طيب، او انا عندي سند وهنتعرف يعني ايه سند، اطرحه في السوق، ابيعه في السوق، واي مستثمر يجي ياخد السند ده. برضه هو زي البنوك المتخصصة، ان هو التمويل بيبقى طويل الاجل، يعني ممكن ان انا اديك السند ده وتسدده لي على، او القرض ده تسدده على فترة طويلة. دي موجودة في الدول المتقدمة زي انجلترا، الولايات المتحدة، زي اللي هي كل الدول المتقدمة معايا. موجودة كمان او شبه بنوك موجودة في فرنسا، بس فرنسا بقى بيقولوا عليها بنوك الاعمال، انجلترا والولايات المتحدة بيقولوا عليها بنوك الاستثمار، في فرنسا بيسموها بنوك الاعمال. في البنك المركزي بقى، البنوك المركزية وظيفتها، واحنا قبل كده قلنا ان هو مسؤول عن اصدار كل النقود الورقية اللي في ايدينا. مين اللي بيصدرها؟ البنك المركزي اللي هو بيحل محل الحكومة في اصدارها، اللي هو بيصدر وبينظم العملة داخل الدولة عشان ما يحصلش مشكلة، يبقى هو المسؤول عن تنظيم العملة داخل الدولة عشان ما يحصلش تضخم وفقا لاحتياجات العمل، وهو اللي بيعمل استقرار في القيمة بتاعت العملة. يعني لو حصل تضخم في النقود ومفيش استقرار، يبقى هو البنك المركزي ممكن يكون السبب. واحنا سميناه بنك الحكومة لانه بيحل محل الحكومة. بنك البنوك لانه هو بيشرف على البنوك، وانه هو كمان بيحتفظ بحسابات كل البنوك عنده. شوفي قد ايه اهميته. بعد كده في نوع خامس من البنوك، وهي البنوك الشاملة، اللي هي بتجمع الاموال من مصادر متعددة، وهي بقى نفسها بتعمل انشطة عشان تعمل تنمية اقتصادية واجتماعية داخل الدولة بتاعتها. دي البنوك الشاملة، تجمع وتعمل انشطة، هي اللي بتقوم بعمل الانشطة. في بنوك إلكترونية اللي هي بتعمل بالكامل، هتلاقي سؤال عندك يقول لك بتعمل بالكامل من خلال الإنترنت، أقول له البنوك الإلكترونية، وبنقول عليها البنوك الافتراضية. يقول لك ضع المصطلح تعمل بالكامل من خلال الإنترنت، هي البنوك الإلكترونية وتعرف بالبنوك الافتراضية. في نوع تاني من المؤسسات المالية، بس ما هوش بقى بنوك، وإنما هو سوق الأوراق المالية. مين هو سوق الأوراق المالية دوت؟ هو سوق أولية، عشان أو بيقولوا عليها سوق الإصدار وسوق التداول. مكان زي السوق، بس المرة دي بقى مش هبيع طماطم ولا هشتري طماطم، لا، ده أنا هبيع وهشتري أوراق مالية اسمها أسهم وسندات. اسمها اسهم وايه؟ وسندات. يبقى الاسهم والسندات انا ببيع ولا بشتريها منين؟ من سوق الاوراق الماليه، اللي هي تنقسم قسمين السوق دي، سوق اوليه او سوق الاصدار اللي انا بصدر فيها الاوراق الماليه لاول مره. اول مره انا هعمل سند او هعمل سهم، يبقى بعمله من خلال السوق الاوليه او سوق الاصدار، من خلال عمليه اسمها الاكتتاب. الاكتتاب ان انا اجيب ورقه كده وهنكتب مع بعض انا وانت، هنكتب السهم ده او السند ده.
وبطرح بقى الأوراق المالية اللي هي الأسهم والسندات دي للبيع، ومين اللي هي ما اللي هيحدد لي هو القانون، هو الايه القانون. في نوع تاني او السوق التانية بقى اللي هي سوق التداول، وانا دلوقتي فين؟ انا داخل سوق الأوراق المالية. في نوع تاني من سوق الأوراق المالية اللي هي سوق التداول او بسميها البورصة. ده انا خلاص بقى في السوق الأولية او سوق الإصدار، أصدرت السهم او السند. طيب في سوق التداول بقى نبدأ نتداولها، يعني انا ابيعها لك وانت تبيعها للتاني والتاني يبيعها كده. اسمها هي عبارة عن سوق منظمة بيتجمع فيها العرض بعض سند او سهم، والطالبون طالبين مين؟ اوراق ماليه اللي هي اسهم وسندات. خلاص انا مش عاوز الاسهم بتاعت الشركه بتاعتي، يعني ايه؟ يعني احنا الخمسه مثلا عملنا مستشفى، كل واحد ليه كذا سهم، انا لي 10 اسهم، انت ليكي 15، في الاخر لازم يبقوا 100%. انا الاسهم بتاعتي مش عاوزاها، فاجي اخر السنه بعد ما اصفي ابيع الاسهم بتاعتي. واخده بالك؟ بتاع اروح ابيعها فين بقى؟ في سوق التداول او فين؟ في البورصه. ايه وظائف البورصه؟ البورصه مهم جدا. اولا هي مهمه للاقتصاد القومي، هي مصدر رئيسي عشان اوفر رؤوس الاموال عشان تنعش الاقتصاد القومي. بوفر كمان سوق دائمه ومستقره مفتوحه للمدخر والمستثمر. بوفر سيوله لاصحاب الاوراق الماليه، لو انا معايا سند، انا معايا اسهم وعاوز ابيعها في اي وقت من خلال الايه؟ البورصه. طيب كمان بتساعد في تنميه الدخل القومي، وبدل بنمي الدخل القومي يعني بزوده، يعني بشغل ايدي عامله. هي مقياس الحالة الاقتصادية البلاد، كل ما تكون البورصة منتعشة كل ما الحالة الاقتصادية البلاد تبقى منتعشة متقدمة. هي بتشجع وبتزود المدخرات، تشجع الناس اللي معاهم فلوس انهم يروحوا يشتروا اسهم او سندات. تعالي لو قارنا ما بين السهم والسند، مين هو السهم؟ صك او ورقة مالية، ورقة بتاخديها بتعمليها في الاكتتاب. انت عارفه في الاكتتاب، قلنا في السوق الماليه بقسمها الاكتتاب وبورصه. في الاكتتاب دوت اللي هو السوق الاوليه ده، انا بجيب ورقه انا بسميها صك، بتعتبر ورقه ماليه بكتب فيها حصتي. انا ليا 10 اسهم، احنا الخمسه عملنا مستشفى، المستشفى دي انا ليا فيها حصه 10 اسهم، عشان بعد كده لما اجي اخد الارباح اخدها على على قد ايه الاسهم بتاعتي. لو في خساره هدفع على قد الاسهم بتاعتي. معايا؟ يبقى انا اسهمي قد ايه في راس مال الشركه؟ المساهمه. مساهمه يعني ايه؟ يعني فيها اكتر من ايه؟ من واحد. الاداره حامل السهم للاشتراك في اداره الشركه او رائدها، ما هو من حقه، ما هي شركته، بس ليه حصه مش كلها ملكه. كل سهم ليه ربح معين. الشركة لو حققت أرباح أبص أشوف أنا ليا نصيب قد إيه على قد الإيه؟ الأسهم. طيب لما الشركة ما تحققش أرباح ما يبقاش ياخد حاجة طبعا، ده هيدفع. لو بصينا على استرداد الأسهم، ما يقدرش، لا يحق لحامل السهم استرداد قيمة السهم بدل الشركة باقية. لكن لما يجوا بقى يتفقوا انهم هيصرفوا الشركة يبدأ ياخد قيمة الايه؟ الاسهم بتاعته. في انواع كتيرة من الاسهم، في اسهم عادية، في مجانية، في ممتازة، في خزينة، في مقيدة، في غير مقيدة. على فكرة خزينة اسمها خزينة، الاسهم اسمها بس احفظي اسمها، مش مهم ان انت تعرفي ايه هي. السند، ايه هو السند؟ برضو زي تعريف السهم، صك او ورقه ماليه، صك او ورقه ماليه، بس الماضي بتختلف انها دين لصاحبها. يعني ايه؟ يعني انا اروح لواحد واقول له عاوز اخد نقود، عاوز اخد منك 1000 جنيه، يقول لي طب تعالي نكتب سند عشان يضمن حقه. هيكتبها فين؟ في الاكتتاب اللي هي السوق الاوليه تبع قانون بيحكمني.
فبيعمل لي صق او واقع ماليه، تبقى دين لصاحبها معايا، دين لايه؟ لصاحبها، يعني انا اللي سلفتك دين ليا تجاه الشركه الايه؟ المصدره لها. طيب صاحب السند مش من حقه انه يشترك في اداره الشركه ولا رقابه عليه، ده اداني مبلغ بصق او واقع ماليه اسمه سند، ومتفقين على وقت، الوقت ده اسدد له السند المبلغ اللي انا استلفته منه. يبقى مش من حقه ان هو يشترك في اداره الشركه او الرقابه عليه، مش من حقه. في الوقت المحدد هو بيجي ياخد المبلغ اللي انا استلفته منه. الارباح مش من حقه ان هو ياخد ربح السند، مش من حقه، انما هو احنا بنتفق مش هيشترك في الارباح، انما بنتفق انا وهو بنتفق، الراجل صاحب السند ده اللي انا خدت منه قرض بنتفق على فائده ثابته سنويه بصرف النظر عن ان الشركه حققت ارباح او خساره. نفرض الشركه حققت ارباح كبيره ملوش علاقه، حققت خساره ملوش علاقه، لكن انا وهو واحنا بنعمل الاكتتاب في السوق الاوليه بنتفق على فائده ثابته، ماليش دعوه بالخساره او الربح. الفائده دي يجي ياخدها لما يسترد ايه؟ في الوقت اللي احنا محددينه. معايا؟ يعتبر السند ده قرض طويل، يعتبر قرض طويل الايه؟ الاجل، بتحصل عليه الشركه من خلال الاكتتاب العام. وكده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.